ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. احنا النهارده مش في مطعم ومش في مصنع، احنا النهارده في مدرسه، مدرسه فنون الطبخ. مدرسه فنون الطبخ للي ما يعرفهاش، مدرسه الطبخ موجوده في المعادي وتحديدا في زهراء المعادي. عايزين تتعلموا سوشي، عايزين تتعلموا تخبزوا وتعرفوا اكتر عن المخبوزات والعجين وانواع الدقيق والتفاصيل الكبيره دي. عايزين تتعلموا حلويات شرقيه وغربيه، عايزين تتعلموا تزينوا كيكس مثلا. من الحاجات الكبيره الصعبه جدا هي تزيين الكيكس. الحاجات دي كلها عشان تتعلموها وتعرفوا عنها كل التفاصيل لازم تتعلموها من شيفات على اعلى مستوى، والحقيقه ان فنون عندهم شيفات على اعلى مستوى، شيفات متميزين في مجالهم. عايزه اقول لكم انه ايا كان السبب، عايزين تتعلموا طبخ علشان تقضوا وقت لطيف، عشان تبقي ست بيت شاطره، علشان تتعلم وتشتغل في مطعم او تشتغل في اوتيل، عايز تتعلم باحترافيه او حتى بمنتهى البساطه، فالموضوع بسيط جدا وفنون هتأهلكم وهتساعدكم ان انتوا توصلوا لهدفكم ولحلمكم. احنا النهارده موجودين في فنون، وفنون عاملين مسابقه طبخ، مسابقه طبخ للمتدربين اللي هم اصلا اخذوا دروس طبخ عندهم. فبالتالي احنا النهارده هنطبخ وهندوق وهنعيش اجواء المسابقه، فيلا بينا نشوف فنون محضر لنا ايه.
جيم اوفر، خلص الحمد لله على السلامة. عايزة بسرعة. بس زعلانين يعني، على قد ما كان في توتر وخوف وكان في ثقة في النفس طبعا، كل ده كان يعني هو شعور كان كله مع بعضه. على قد ما انا زعلانة بجد، لا زعلانة. طب عندي سؤال مهم جدا، لو المسابقة اتعادت تعملوا نفس الأطباق؟ هتختاروا نفس اختياراتكم؟ لا، ممكن نختار حاجات جديدة برضو وتبقى يعني مفاجأة وهتطلع حلوة برضو. السؤال نفس السؤال الفرافيش. لو اتعادت، لو اتعادت هي يعني انا دلوقتي قلت لكم اديتكم فرصة كمان، اوكي هتعيدوا نفس الطبق؟ هتعملوا نفس اللي عملتوه؟ ناخد بالنا بقى من مع شويه يعني بالظبط. مع شويه الحاجات طبعا اللي كان المفروض ناخد بالنا منها. انا بالنسبه لي كان ممكن مع هكون اخدت خبره من ايه، فاقدر ان انا اعرف ازاي انقي الطبق اللي يقدر يسعفني في الوقت ويطلع بيرفكت. يعني كان الاختيار هيتغير. والاختيار كان هيفضل زي ما هو. احنا الاختيار كان هيفضل زي ما هو، لان كان انا حاسه ان الوصفات اللي اخترناها هي كانت متناسقه جدا مع بعض، السلطه الطبق الرئيسي ومناسبه في الوقت. ومناسبه جدا في الوقت وما خدتش وقت. احنا برضو اتفقنا مع بعض ووزعنا الادوار كويس، فكل وقت كنا بنسبورت يعني بعض يعني. وايه العيوب؟ ايه العيوب؟ حسيتوا فين المشكله؟ لو انا دلوقتي كلمتك عن مشكله واضحه غير مشكله الكمون، انا قلت مشكله الكمون تمام، هتقولي لي ايه؟ انا حاسه ان كان الوقت محتاج معايا سنه بس بسيطه عشان اقدر اطلع حبايه الرز قطره من كده شويه تبقى واخده بخار مني وقطره من كده شويه ومرتاحه، والخضار السوتيه. لكن الطبق الرئيسي بصراحه انا كايمان راضي عنه. ممتاز. نفس السؤال لفتافيت السكر. السرعه، السرعه تكونوا اسرع. والوقت يكون اطول. لا الوقت يعني احنا نكون اسرع. احنا نكون اسرع بس هو انا هو الوقت عامل للوقت. هو انا طبعا ممكن يخلي في حاجات بتقع من الواحد او ما تطلعش الوصفه او الاطباق بيرفكت بالشكل الواحد ممكن يعملها وهو في بيته وعنده الوقت الكامل. بالظبط. طب ولو حسيتوا ان انا هقول عيب دلوقتي او حاجه غير العيوب اللي انا قلتها، او يعني فكره انه ده ما عجبنيش او ده ما كانش حلو قوي او كده، ايه هي الحاجه اللي انتوا شايفينها انها ما كانتش حلوه جوه الطبق او في الصوص في الاكل في المكرونه زي ما قالت كده الرز كان ناشف؟ ايه الحاجه اللي لفتت نظرك في طبقك الرئيسي او بالنسبه للشوربه؟ كان البصل محتاج وقت اكتر يتكرمل اكتر. أوكي. كل ما بيتحمر اكتر بيدي التيست القوي بتاع شوربه البصل، فطبعا برضو عشان الوقت فاحنا اختصرنا جزء منه. يعني اعتقد ده الحاجه اللي انا برضو كنت مهتميه بيها. انجي نفس الكلام. انا بالنسبه لي كان التيست الملح السنه زياده فيه، والمشروم كان المفروض يبقى اكتر، يبقى شويه مش ما يبقاش دخل في الصوص، يبقى جزء منه، لا يبقى باين. ممتاز. حبيت اسالكم الاسئله دي لانه من الضروري ان احنا لما نعمل طبق نبقى عارفين اخطائنا فين ونبقى عارفين مشاكلنا فين، واحنا اللي يعني نكتشفها بنفسنا، واكيد اللي قدامنا يكتشفوه. بس اذا انا عرفت الغلط فين معناه ان انا مش هكرر اخطائي في اطباق تانية، او هبقى عارفه اميز امتى اعمل ايه وفين وفي اي طبق وفي كل حاجه. بس انا بالنسبه لي الرز كان لازم يبقى ناشف سن ان هو بيتقدم مع صوص، فهيشرب منه وهو سخن، فهي كان هيكمل سواء لسه ستيل معاه. لكن اما يبقى طري قوي ويبقى حاطين عليه صوص كمان، فهيبقى يعني طري زياده عن اللزوم، هيقلب اكتر. هو كان لازم يبقى ناشف سنه بسيطه عشان يشرب من الصوص وياخد بقيه الطعم، لان هو الرز الجاسمين اصلا يعني الفليفر بتاعته النكهه بتاعته خفيفه. فهو عشان ياخد من النكهه بتاعت الطبق ويبقى بيكمبلمنت التيست كله في الطبق. يعني جاهزين ومستعدين تسمعوا النتيجه؟ قلبنا بيدق. متقبلين يعني مع كل بقى الضحك واللعب والكلام ده كله جت اللحظه الحاسمه. النتيجه، الفريق الكسبان هو
هو؟ ايوه ايوه مين هما التيم اصلا؟ التيمين اصلا كل يعني انا عارفاهم كلهم، فمين هيطلع طبق احلى؟ فريق اللي هيكسب. احنا اكيد هنفوز ان شاء الله. اتوقع فتافيت السكر هما ممكن يفوزوا. فتافيت السكر طبعا طبعا، فرافيش طبعا يعني ان شاء الله. اتمنى ان الاثنين يفوزوا. تعادل. لا ممكن جوجو يعني الحقيقه هقول لكم على حاجه، خلينا بقى نحط الكلام ده على جنب. فنون وسر الصنعه، لما يعني فكرنا نعمل المسابقه دي كان علشان نقضي وقت لطيف مع بعض، وعشان ننبسط، وعلشان نعيش تجربه مع بعض، ويا رب تكونوا انبسطتوا وعشتوا التجربه والاجواء وموضوع بسيط، واحنا بجد انبسطنا جدا وانا انبسطت جدا. يا رب تكونوا يعني سعداء بالتجربه، واحنا هنقدم لكم هدايا بسيطه جدا. وفنون كمان بتقول لكم ان انتوا تقدروا اي كورس هتختاروه ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي براحتكم خالص بقى، عيشوا حياتكم كل ايوه اختاروا الكورس. فنون عايزه دايما تكون واقفه جنبكم، عايزه تحقق الحلم، عايزه تكمل، عايزه تساعد، واحنا مبسوطين جدا. دي هدايا تذكاريه علشان نفتكر اليوم ده، واحضروا بقى كورسز وانبسطوا، وبجد الف مبروك. الف مبروك. احنا شفنا مسابقات كتيره قوي وكورسات كتيره قوي. اكيد يلا بينا. اتفضلي. ميرسي مبروك. شكرا 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 شكرا. الف مبروك. حلوه قوي. تجربة لذيذة جدا ومختلفة جدا، وكانت جديدة عليا انا شخصيا، وانا اللي كنت حاسة بتوتر وحاسة ان انا مش عارفة اعمل ايه. وبعدين موضوع انك تبقى حكم دي موضوع صعب جدا جدا جدا، فانا مبسوطة وسعيدة، والنتيجة الحقيقة يعني انا مبسوطة بيها اكتر منهم، لان انا التعادل بالنسبة لي هو كان احسن نتيجة. مبسوطة جدا، يا رب تكونوا انبسطتوا معانا وتسليتوا واستفدتوا وقضيتوا تجربة جديدة وعشتوا معانا تجربة جديدة. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب. نشوفكم على خير. باي باي.